بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف السادس الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معنا يونت 1 من كتاب المعاصر الراوند تاون حول المدينة، ولكن كلنا البداية مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هنبدأ بالدرس الأول، listen 1 and 2، الدرس الأول والثاني، ونبدأ بالجزء الخاص بالفوكاب. aquarium، aquarium يعني متحف الأحياء المائية أو حوض أسماك. aquarium. bank، bank يعني بنك. botanical gardens، botanical gardens يعني حدائق نباتية. botanical gardens. library، library يعني مكتبة للقراءة والاستعارة. library. سبورتس سنتر، سبورتس سنتر يعني مركز رياضي، طبعا هنا سبورتس صفة، مركز رياضي. ليك يعني بحيرة، ليك بحيرة. مونومنت، مونومنت يعني أثر تاريخي. مونومنت. بيسفول، بيسفول يعني مسالم أو هادئ. بيسفول، مسالم أو هادئ. ترافيك، ترافيك يعني حركة المرور. ترافيك. سبيشيالي، سبيشيالي يعني خصوصا أو خاصة. سبيشيالي. كورنر، كورنر يعني ركن أو زاوية. كورنر. ستيشن، ستيشن يعني محطة قطار أو أتوبيس. فاكتس، فاكتس يعني حقائق. ريستورانت، ريستورانت يعني مطعم. ريستورانت. دايركشنز، دايركشنز يعني اتجاهات. دايركشنز. برو يعني يستعير أو يسلف. برو، برد. برو، برد. شوبينج سنتر، شوبينج سنتر يعني مركز تسوق. شوبينج سنتر. تيرن، turn يعني يتجه أو يدور. turn. plants، plants يعني نباتات. plants يعني نباتات. يبقى عندنا ruins بقايا أو أطلال. ruins. pollution، pollution يعني تلوث. pollution. nature reserve، nature reserve يعني محمية طبيعية. nature reserve. area، area يعني منطقة أو مساحة. sphinx، sphinx أبو الهول. sphinx ناخد بالنا إنه capital لأنه يعني يعتبر أثر تاريخي. سفينكس. انكلود، انكلود يعني يشمل او يضمن او يضم. انكلود. ناتشرال يعني طبيعي كصفه. ناتشرال. فاكت فايل، فاكت فايل يعني ملف حقائق او معلومات. فيليج، فيليج يعني قريه. جراند بيرنتس، جراند بيرنتس الاجداد. ايفنت يعني حدث. ايفنت. يوسفول يعني مفيد او نافع. يوسفول. طبعا عندنا cities and important places يعني مدن وأماكن هامة. إسماعيلية لمدينة الإسماعيلية. the Suez Canal قناة السويس. the Suez Canal. بورت سعيد، بورت سعيد يعني مدينة بورسعيد. lake تمساح، lake تمساح بحيرة التمساح. natural science museum، natural science museum يعني متحف العلوم الطبيعية. natural science museum. جيزة اللي هي مدينة الجيزة، جيزة. بالنسبة لتصرفات الأفعال ناخد بالنا منها لأن إن شاء الله عندنا الـ present perfect زمن المضارع التام اللي كله شغال على التصريف التالي. take took taken، take took taken. go went gone، go went gone. run ran، run run ran run. say said said، say said said. see saw seen، see saw seen. build built built. build built built. hear heard heard. hear heard heard. بالنسبة عندنا بقول لنا study these definitions يعني ناخد بالنا من المعاني الكلمات. aquarium you can see beautiful fish there. you can see يعني ممكن نشاهد الأسماك الجميلة there اللي هو المتحف. bank you can borrow and save money there. you can borrow ممكن نستعير and save money ونحافظ أو نحتفظ بمالنا هناك. botanical gardens يعني إيه حدائق نباتية. botanical gardens. you can see trees and other interesting plants there. you can see trees بنشاهد فيها أو نرى الأشجار. and other interesting plants there يعني نباتات أو حدائق نباتية اللي هي نباتات رائعة هناك. library مكتبة. you can borrow and read books there. you can borrow تستعير and read books وتقرأ الكتب هناك. sports center يعني مركز رياضي. you can play volleyball, tennis and other sports there. you can play volleyball
يعني ممكن تلعب كرة طايرة، تنس أو التنس، and other sports there، ورياضات أخرى ليك اللي هي البحيرة a large area، يعني منطقة كبيرة of water with land around it، محيط أو المياه حولها. monument اللي هو أثر تاريخي، يعني monument something شيء that people build to remember an important person or event. Something that people build يعني حاجة الناس بتبنيها to remember an important person عشان تتذكر شخص هام or event أو حدث. Peaceful يعني مسالم أو هادئ. Calm and quiet. Calm and quiet يعني مسالم وهادئ. Traffic يعني حركة المرور. Cars, lorries and motorbikes that use a road. Cars يعني السيارات واللوريز والموتوربايكس that use a road اللي بتستخدم الطريق. Especially more than usual. Especially more than usual يعني كلمة خصوصا أو خاصة. More than usual يعني أكثر من العادي. بالنسبة للcalculations يعني ترابطات كده بتيجي expressions على بعضه. Do things يبقى things بيجي معاها do. Do things. Do the same things. Do the same things يعني يقوم بعمل نفس الأشياء. Do the same things. Do homework. Do homework يعني يقوم بعمل الواجب. Do homework. Go swimming. Go swimming. Go shopping. Go shopping يعني يذهب للتسوق. Give directions. Give directions يعني يعطي اتجاهات. Give advice يعني ينصح. Give advice. بالنسبة للليسننج عندنا طبعا منى and داليا. Hello داليا. I am at the library. Where are you? يعني انت راح فين؟ اتلا هاي منى. I am next to the station. Where are you؟ يعني انت فين؟ اتلا هاي منى. I am next to the station. يعني انا next to يعني بجوار المحطة. How do I get to the library? How do I get to يعني كيف أصل إلى المكتبة. How يبقى للسؤال عن مكان الوصول لمكان معين. How do I get to? It's easy from the station. Go straight on. Go straight on يعني امشي في خط مستقيم. Go straight on. How far يعني كم المسافة. How far? For about 20 meters. For about يعني حوالي 20 دقيقة متر. Okay. Do I go past the sport center? Do I go past the sport center يعني امشي بمحاذاة اللي هو المركز الرياضي. Yes but then turn left. ولكن بعد كده turn left اتجه يسارا. Okay. Walk past the botanical gardens. Walk past يعني امشي بمحاذاة the botanical gardens الحدائق النباتية. I'm walking past them now. أنا ماشية بمحاذاتهم. Great. After the botanical gardens turn right. بعد ال botanical gardens turn right يعني اتجه يمينا. Turn right after the botanical gardens. Turn right يعني اتجه يمينا after the botanical gardens. Okay. Then take the second road. بعد كده خد الطريق الثاني. On the right على على اليمين. Can you see a restaurant? شايفة كده مطعم. I think I can see it. أيوة أنا شايفة. It's on the corner. يعني على الكورنر يعني في ركن. Walk past the restaurant. Walk past يعني امشي بمحاذاة الريستورانت المطعم. The library المكتبة is between the restaurant and the museum. And يعني ما بين المطعم والمتحف. Opposite the bank يعني مواجهة للبنك. Thanks منى. See you soon. Thanks يعني شكرا. Thanks منى. See you soon. بالنسبة للاستماع عندنا number page 2. My name is Nader. طبعا نادر بيقدم نفسه. I live in Alexandria. أنا بعيش في اسكندرية. With my mom, my dad and my two brothers. ومع أخواتي الاثنين. Alexandria is a very historical city. Historical يعني مدينة تاريخية. ناخد بالنا من historical city. With lots of famous building. بمباني famous يعني مشهورة. Ruins and monuments. Ruins and monuments يعني الآثار و البقايا. But it's a modern city too. And there are lots of things to do here. At the weekend. ناخد بالنا من حرف الجر. At the weekend. يعني في نهاية الأسبوع. I like to spend time with my family. بقضي وقت مع أسرتي. On Friday. طبعا أيام الأسبوع. On Friday afternoons. We usually go to the parks.
or the park, but sometimes we go to a museum or the aquarium. I love watching the fish. On Saturdays, في أيام السبت, I visit my grandparents. بزور أجدادي. They live in Alexandria, to بيعيشوا في اسكندرية أيضا. I enjoy playing chess with my granddad. He is very good at it. But sometimes win. ولكن أحيانا I win, يعني بفوز. طبعا جودي بتتكلم. My name is Judy and I live in Aswan. It's a busy city, يعني مدينة مزدحمة. With about 1.5 million people. With about, يعني تقريبا 1.5 million people, حوالي مليون ونص من الناس. And there is always a lot to do at the weekend. There is always a lot to do at the weekend. On Friday mornings, I sometimes go shopping. Aswan is a great place for this. There are lots of interesting shops and I love going to the famous market. طبعا السوق المشهور. I also like to go to the botanical gardens, يعني الحدائق النباتية, or the nature reserve, أو المحميات الطبيعية, أو المحمية الطبيعية. On Saturdays, في أيام السبت, I do my homework, بعمل واجباتي, and in the afternoon, I go to the sports center for my squash lesson. It's my favorite sport, يعني دي هوايتي المفضلة. بالنسبة للريدنج عندنا, I am Sharif and I live in Ismailia, which is between Port Said and Suez. طبعا شريف ده بيتكلم عن نفسه وبيقولك أنا بعيش في إسماعيلية اللي هي موجودة ما بين بورت سعيد وسويس. The Suez Canal runs through the city before it reaches the sea. The Suez Canal, يعني قناة السويس, بتمر بالمدينة أو بتصل المدينة, before it reaches the sea, قبل ما تصل إلى البحر. Ismailia is beautiful. There are attractive buildings, interesting monuments, and lots of gardens. Around 350,000 people live here. يعني حوالي 350,000 شخص بيعيشوا هناك. But since traffic is slow, ولكن منذ أن الإشارات مرور بطيئة, there isn't much pollution. مفيش تلوث كتير. Ismailia is peaceful, يعني آمنة أو سالمة. But it isn't boring. ولكن ليست مملة. There are lots of things to do here. في حاجات كتيرة ممكن نعملها. Especially at the weekends. خاصة في الويكندز اللي هي نهايات الأسبوع. On Friday afternoons I often go to Lake تمساح. يعني في الجمعة في الظهيرة أنا بروح Lake تمساح, which is near the city, بالقرب من المدينة. With my family, it's a beautiful lake with beaches around it. يعني beaches يعني شواطئ من حولها. On Saturday mornings I have tennis lessons, عند دروس في التنس, at the sports center at 9 a.m. Sometimes I go to swimming in the afternoon with my friend. Sayed, there are some interesting museums in Ismailia. My favorite is the Natural Science Museum because I am interested in animals, إني بهتم بالحيوانات. It's a good place to go at the weekend. يعني مكان كويس بروحه في نهاية الأسبوع. I live in a small village in the south of Egypt. At the weekend, في نهاية الأسبوع, I usually do the same things, بقوم بنفس الأشياء. طبعا هنا I do the same things. On Saturdays, then I always do my homework after breakfast. After or at lunchtime, I visit my cousins. We like to eat together. بناكل مع بعض. Then in the afternoon, I often play games. بلعب أو بقوم باللعب. With my cousins, what do you do? ماذا تفعل؟ في عندنا هنا general notes, يعني ملاحظات كده عامة على الفوكاب, الكلمات. Since ممكن معناها منذ أو معناها لأن. Since دي معناها منذ أو لأن. طبعا بتيجي مع the present perfect, المضارع التام اللي إن شاء الله هناخده في اليونتس القادمة. تقريبا إن شاء الله the present perfect, المضارع التام ده هيبدأ عندنا من unit 3. We have lived here in since 2007, يعني بنعيش هنا. طبعا ده present perfect, since دي من علامات المضارع التام, بيجي قبلها مضارع تام. I haven't found Lynn since she left Cairo. طبعا هنا برضو since بيجي وراها ماضي بسيط, وان شاء الله ناخدها بالتفصيل من علامات المضارع التام. Since traffic is slow, طبعا هنا since معناها لأن إشارات المرور طبعا بطيئة. There isn't much pollution, لا يوجد تلوث كثير. هنا since معناها لأن, بتساوي بالضبط because traffic is slow, يعني بتساوي كلمة because.
بالنسبة للراوند طبعا دي معناها حرف جر يعني حوالي أو حول. الراوند أما راوند معناها الشكل المستدير اللي هو الدائري. The sun is round يعني شكلها مستدير. بالنسبة لانترستنج معناها شيق، طبعا دي بيسبب للصفة يعني interesting يسبب صفة اللي هو التشوق، شيق أو رائع. طبعا there are attractive building interesting monuments يعني آثار شيقة. طبعا كمان ممكن نقول كده مع الأشياء غير العاقلة أكتر، ليه؟ لأنها هي اللي بتثير أو بتسبب الشيء، فطبعا هنا بتسبب الإثارة أو التشويق. أما interested يعني هنا مهتم بشيء. I'm interested in reading يعني أنا بهتم بالقراءة. He is interested in science هو بيهتم بالعلوم. أم interested in نون الاسم نفسه اللي هو الاهتمام أو يثير الاهتمام كفعل وكاسم. Science interests me a lot يعني بيثير اهتمامي. My interests اهتماماتي are music and painting يعني الموسيقى والرسم. في عندنا go shopping ودو the shopping. go shopping يتسوق ودو the shopping يعني يتسوق برضه. reach arrive get reach يصل we arrive يصل we arrive at يصل إلى مكان صغير و arrive إن يصل إلى مكان كبير. أما get معناه get to يصل إلى مكان بصعوبة. arrive إن ويصل إلى مكان كبير، مدينة كبيرة أو دولة. إن أما arrive أما get to معناه يصل إلى مكان بصعوبة. he gets to his work late every day يعني يصل لعمله بصعوبة كل يوم. peace و peaceful. peace يعني سلام أو اللي هو السلام يعني عكسها war يعني الحرب. أما peaceful دي adjective اللي هو سلمي أو مسالم أو هادئ، بتساوي بالضبط كلمة quiet هادئ. إسماعيلية is a peaceful place to live in يعني مكان آمن أو سالم للعيش فيها. إلهام is a peaceful woman يعني سيدة مسالمة. she doesn't make troubles لا تسبب المتاعب. في عندنا expressions مهم ناخد بالنا منه برضو. find some facts about يجد يكتشف معلومات عن أو حقائق عن. take the second road take the second road يعني أخذ الطريق الثاني. on the lake على الشاطئ on the lake for about 20 meters run through يمر أو يجري خلال. there are a lot of things to do there are a lot of things to do with beaches around it with beaches around it have tennis lessons have tennis lessons look like يعني يشبه. it's a good place to it's a good place to يعني مكان جيد لي. it's a good place to more than usual يعني أكثر من المعتاد اسمه more than usual. find places on the map find places on the map يعني يجد أماكن على الخريطة. find places on the map come home by يعني يأتي للمنزل. بواسطة by يعني الوسيلة اللي هو وصل بها. بالنسبة للأسئلة على الفوكاب، Luxor has a lot of interesting space. One of them is Carnic Temple. يبقى إيه؟ Monumentis يعني آثار. أحمد is a space student. This means he is calm. calm هادئ يبقى هو إيه؟ peaceful يعني مسالم أو هادئ. You can see a lot of beautiful fish in there. بنشوف الأسماك فين؟ أيوة في الأكواريوم. If you want to see trees and other interesting plants, you can go to Botanical Gardens. طبعا التريز والأشياء دي نجدها في البوتانيكال جاردنز الحدائق النباتية. My uncle is very good at sports especially at basketball يعني خاصة في الهاندبول. طبعا دي أسئلة الورك بوك. There was a lot of space on the roads this morning so Mr. Ahmed was late for work. طبعا هنا a lot of traffic يعني ازدحام مرور. This machine does many things. It's very useful. يعني مفيدة. My city has lots of space monuments. I like them very much. طبعا هنا interesting monuments. يعني آثار شيقة. I can space two books from the library. طبعا هجيب من المكتبة. Poro يعني يستعير. We have four space north, south, east, west. شمال جنوب شرق غرب بنسموهم ايه directions يعني اتجاهات. I am interested in animals. أنا مهتم بالحيوانات. So I love going to the natural reserve museum. Natural science طبعا بالحيوانات يبقى science علوم. Lake تمساح is a beautiful lake with beaches around it. With يعني بشواطئ جميلة. Rehem أو رحمة has read space 12 stories. طبعا هنا رحمة has read around يعني حوالي 12 قصة. around هنا حوالي. Judy always goes
طبعا goes swimming go swimming. الجو بيجي وراء الفرب في اي ان جي. The Nile is be through طبعا هنا runs through يعني يسير. The city of Panha. Adam is be to his work طبعا to يبقى got لان got to لكن عندنا reach ما فيش معاه arrive هنا at work. بقولين هنا vocabulary study يعني دراسة الفوكاب. طبعا هنا جزء جديد علينا في المنهج اللي هو الكلمة والسينونيمز اللي هو المرادف والانتينومز اللي هو الأوبوزيت أو المقابل. attractive يعني جذاب attractive بتساوي beautiful في المعنى عكسها unattractive يعني غير جذاب ugly يعني قبيح. modern يعني حديث بتساوي new يعني جديد up to date يعني حالي أو في الوقت الحالي old يعني قديم ancient يعني قديم. interesting يعني شيق lovely يعني جميل exciting يعني مثير عكسها boring يعني ممل. peaceful يعني مسالم أو هادئ calm يعني هادئ أو quiet عكسها noisy يعني ضوضاء هنا noisy. famous يعني مشهور well known يعني معروف أو مشهور برضو عكسها unknown يعني غير معروف. borrow يعني يستلف بتساوي كلمة take يأخذ عكسها lend يعني يسلف أو يقرض يبقى borrow عكسها lend. بالنسبة لـ prefix أو suffix prefix يعني بادية بتضاف للكلمة كده ويتغير معناه suffix يعني خاتمة يعني حروف في نهاية الكلمة زي full careful يعني حذر helpful يعني مساعد peaceful يعني آمن useful يعني مفيد. عندنا برضو الـ ION زي pollution تلوث جاي من pollute direction اتجاهات. عندنا الـ IVE زي attractive طبعا ده بنسموهم suffix يعني خاتمة. عندنا IVE طبعا ده IVE برضو suffix يعني suffix خاتمة attractive. في عندنا UN طبعا دي prefix يعني بتضاف للبداية unnatural natural unnatural يعني غير طبيعي usual unusual غير عادي. تعالوا نشوف عندنا على الفوكاب study. The word peaceful can be replaced by طبعا كلمة peaceful ممكن استبدلها ب calm and quiet. calm and quiet يعني هادئ. There are attractive buildings, interesting monuments and lots of gardening. The word attractive means كلمة attractive means beautiful يعني معناها جميل. The word is can be the opposite of boring عكس كلمة boring عندنا mean interesting. interesting يعني شيق. You can make an adjective from the verb use by adding طبعا اخلي منها صفة useful. useful يعني مفيد. You can form the word peaceful ممكن نكون كلمة peaceful from the noun من الاسم peace. peace يعني سلام يبقى peaceful مسالم. To give the opposite of the word natural عكس كلمة natural unnatural un يبقى نحط الايه prefix un. بالنسبة لـ language اللي هي القاعدة عندنا language يعني اللغويات تذكر بقولنا يعني حاجات واخدينها من قبل. بالنسبة لحروف الجر in يعني في أو بداخل in on يعني على next to يعني بجانب behind behind يعني خلفة in front of يعني أمامة in front of بتساوي opposite يعني مواجه أو أمامة under يعني تحت under near يعني بالقرب من near يعني بالقرب من بتساوي كلمة next to كده برضو معناها بالقرب من لكن under عكس on on عكسها under in on under فطبعا on يعني على و under يعني أسفل. between يعني بين طب لو جينا نبص على كلمة between يعني بين بيجي معها and and يعني و and يعني و a n g ليه لان احنا بنقول بنش ايل يبقى and. بالنسبة لي عندنا on the corner يعني على الركن او على الزاوية كده corner دي المكان ده الكورنر بتاعها. above يعني اعلى بتساوي طبعا هنا above بتساوي over above بتساوي over over يعني برضو اعلى over يعني اعلى. ممكن نقول كده نطلع كده معادلة ما بين near بالقرب بتساوي next to next to بتساوي عندنا beside يعني بجوار برضو beside بتساوي برضو ممكن نقول by يعني بالقرب أو close to close to برضو معناه بالقرب من close to كل دول معناهم
يعني متقارب من بعض. لكن لو جينا نعمل معادلة تانية on العكس منها under on under يعني على عكسها أسفل on under، ممكن نقول إن under نفسها دي under بتساوي blue blue يعني أسفل. برضو بقول لنا هنا بالنسبة لعبارات الاتجاه turn right يعني يتجه يمينا، turn right، turn left يتجه يسارا، go straight on يسير باستقامة، walk past يعني يمشي مرا به، go walk past، go past يعني يمشي مرا أو بمحاذاة، take the first or second road on the right on the left on the corner كلهم بجمام حرف الجر on. From the sport center من السبورت سنتر go straight on for about 20 meters يعني يمشي حوالي 20 متر. Go past the botanical gardens and the aquarium and the turn left. بالنسبة للpropositions حروف الجر طبعا عندنا فيديو على القناة بيشرح حروف الجر بالتفصيل، ولكن احنا نقرأ قراءة سريعة لكن عندنا بالتفصيل على القناة. Specific time يعني وقت محدد، at يعني مع الساعة at 8 o'clock، names of meal time مع الوجبات at breakfast at lunch at dinner، before فترة الأجازات زي مثلا at Christmas at Thanksgiving at the weekend برضو طبعا فترة أجازة at the weekend. هنا left university at 22 يعني في عمر طبعا هنا at 22 with these phrases يعني مع هذه التعبيرات يعني تعبيرات بتيجي معها زي at the moment at night at dawn اللي هو الفجر at noon في الظهيرة at the weekend في عطلة الأسبوع at midnight at midday يعني في منتصف النهار at present يعني في ال ممكن أقول at present at present يعني في الوقت الحالي أو في ال present المضارع بالنسبة ل with parts of the day طبعا بالنسبة ل in the morning مع فترات اليوم in the afternoon in the evening مع فصول السنة in spring and summer and winter and autumn مع شهور السنة in January, March, September مع السنوات مع العبارات اللي بتشير للقرن والعقد زي in the 19th century العقد اللي هو in the 1960s فترة العقد يبقى العقود والقرون. في تعبيرات بيجي مع in زي in a minute يعني في دقائق in 10 minutes in 2 days عندنا برضو قبل بالنسبة ل on مع اليوم أو التاريخ on Tuesday on June 29th مع أيام ومناسبات خاصة on my birthday في عيد ميلادي on my birthday on holiday في الأجازة on time في الوقت المحدد on duty في العمل on warm day in a warm day في يوم دافئ on a sunny summer يعني في يوم مشمس on a sunny summer. طبعا نقول لنا ناخد بالنا من اللغويات the shopping center is the train station طبعا هنا is a opposite the train station لكن on the corner لكن next برضو to the theater is specific عندنا and يبقى في a between is between the aquarium and the museum. I get up الساعة بجمع حرف الجر a at. I often play games with my cousins in the afternoon يعني الظهيرة بنقول مع حرف الجر in the afternoon. On Saturdays أي الأيام بنجيب معها حرف الجر on Saturdays. بالنسبة للإكسرسايز the museum is on the corner قلنا on the left on the right on the corner. I always go to the park on Saturday اليوم والفترة يبقى on Saturday. At lunch time لوجبات أو وقت الوجبات اسمها lunch time. The sports center is في عندنا and يبقى في ايه في between. She usually gets up at half past eight. Lucky was Lucy was standing on the right of the picture. On يعني على يمين. From the station go straight اسمها go straight on expression كده اسمه go straight on. I did the crossword in 5 minutes. In يعني في خلال. They like to visit Luxor. ها فصول السنة بيجي مع حرف الجر ايه in. In winter. Fadi goes shopping on the afternoon. طبعا الافترنون الظهيرة بيجي مع حرف الجر ايه in. يبقى in the afternoon. Write what you do at the weekend. الويكند بيجي مع حرف الجر at. At the weekend. The library is to. في عندنا to يبقى is next to.
at Saturdays. طبعا أيام الأسبوع بيجي مع حرف الجر on Saturdays. That they travel to Dahab. ها الأجازة بيجي مع حرف الجر إيه؟ on holiday. He isn't here. ها at the moment اسمه at the moment. My house is on the space of is on the corner of the street. On the right of the corner, the street corner. On the right. أو on. طبعا at dawn يعني في الفجر at dawn. طبعا in the 18th century في القرن. السنة والقرن بياخدوا حرف الجر in. The bus arrives in 10 minutes. بالنسبة للتست اللي عندنا على اليونت. طبعا عندنا التست اللي على lesson 1 and 2. Complete the following dialogue. طبعا عندنا محادثة بنكملها. Number 1. طبعا المحادثة بقول لنا هنا لابد نقرأ رأسها. المحادثة حمزة is asking Ali about the sports center. بسأله عن sports center. Hello. Is the sports center near from here? هل sports center قريب من هنا؟ قال له hello. Space it's a 5-minute walk. يبقى ايه؟ يبقى هنا hello. ممكن اقول له yes. ابسط حاجة اقول له yes. يعني ايوة. او ممكن اقول له في الإجابة of course يعني أو بالطبع of course أو ممكن أقول له sure يعني بالتأكيد أي إجابة من هنا تنفع ممكن أقول له yes it's a 5-minute walk أو of course it's 5 أو sure بالتأكيد أم قال له سؤال تاني space قال له yes walk along this road it's opposite the bank يبقى قال له إيه طلب منه يوصف يبقى له can you tell me how can I get there can You tell me how can I get there. يعني ممكن تساعدني أوصل هناك. Can you tell me how can I get there? قال له yes walk along this road. It's opposite the bank. يعني مقابل للبنك. Space. I play tennis. يبقى هنا قال له إيه؟ ماذا؟ تلعب يعني انت رايح لسبورت سنتر what do you ممكن اقول له what do you play what do you ممكن اقول له what do you play there or what do you do there what do you والاسهل what do you play there يعني بتلعب ايه هناك what do you play there يعني ماذا تلعب هناك قال له I play tennis what about you ماذا عنك طبعا هنا قال له حاجه ام رد قال له swimming is a nice sport يبقى قال له ايه ها What about you? I like swimming. I like swimming. أنا بحب swimming. أو I go swimming. يعني أنا بقوم بسباحة. قال له swimming is a nice sport. When do you go there? إمتى بتروح؟ قال له great next Monday. يبقى قال له إيه؟ next Monday. أو ممكن أقول له on Mondays. يعني في أيام الاثنين. طبعا هنا في المجمل on Mondays. On Mondays. On Mondays يعني في أيام الاثنين On Mondays قال له great I will be at the club so I can meet you there That will be great Choose the correct answer بعد كده نختار الإجابة الصح من إجابات We had a nice meal at this space last week طبعا الميل الوجبة بنتناولها مين At restaurant في المطعم My father often goes to his village because it's a peaceful place. طبعا هنا بيحب يروح القرية. It's a peaceful place. Peaceful يعني آمنة. Space is a large area يعني منطقة كبيرة of water with land بأرض around it. طبعا اللي هي مين الريفر اللي هي الليك سوري اللي هو البحيرة. Manor is interested in interested بيجي مع حرف الجر in interested in يعني مهتم بي. The coffee is on the corner of There are lots of things to do here, especially at the weekend, especially يعني خاصة في الأجازات, especially at the weekend. You can see trees and other interesting plants at a botanical garden. طبعا trees في البوتانيكال gardens اللي يعني الحدائق النباتية. The train leaves at 7 tomorrow. At يبقى الساعة بيجي معاها حرف الجر at. My birthday is on عيد الميلاد تاريخي يبقى on 17th. The train leaves in 5 minutes في خلال 10 دقائق أو 5 دقائق. Complete the sixth with words from the list. هنكمل من الليست. Peaches, kitchens, peaceful, weekend, lake.
I like إسماعيلية. It's a space city. It's a beautiful city. Beautiful يعني جميلة، ولكن ما عنديش beautiful بس عندي peaceful. يبقى نختار كلمة peaceful ونكتب هنا peaceful يعني، أو نكتب عليها one. يبقى هنا number one peaceful، وننقلها في النقط. There are lots of things to do there, especially at the، خاصة في إيه؟ at the weekend يعني في الأجازة. يبقى اللي بيجي مع حرف الجر at weekend. On Friday afternoons I often go to space تمساح. طبعا اسمها ايه؟ ليك تمساح. ليك تمساح يعني بحيرة التمساح. It's a beautiful lake with beaches around. Beaches يعني شواطئ محيطة بها. Beaches يعني شواطئ. بعد كده عندنا complete the sentences with the correct form of the words. I live in a small village. طبعا الأماكن بتاخد حرف الجر in. Judy goes to the sports center in the afternoon on Saturday. طبعا هنا on in the afternoon. طبعا الفترات in. I have tennis lessons at nine. يبقى الساعة بيجي مع حرف الجر at. The shopping center is two. طب في two يبقى في next two. Next two. I live in ولا on a village. طبعا هنا I live in a village. ناخد حرف الجر in. Nagua usually visits her grandparents at the weekend. You can't hear any traffic here. It's very peaceful. ما بتسمعش إشارات مرور هنا لأنها peaceful يعني آمنة. بعد كده عندنا write a paragraph of about 110 words on Ismailia is an interesting city يعني مدينة شيقة. طبعا ده موجود عندنا على القناة، ممكن نجيبه ونذكره. أو paragraph عن your city عن مدينتك. وطبعا لو جلنا في الامتحان طبعا ينطلب مننا to write a paragraph about your city عن مدينتك انت. طبعا لو من الإسماعيلية ممكن يجينا، ولكن لو من أي محافظة تانية ممكن يجيلي عن محافظتي. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. والسلام.